If the resultant force acting on the bracket is to be directed along the positive x-axis, and the magnitude of F1 is required to be minimum, determine the magnitude of the resultant force and F1. يبقى عايز قيمة ال F1 تكون minimum والresultant يكون في اتجاه ال x، يعني سيجما ال FY يساوي صفر. نبدأ بيها ال F1 كده كوساين، يبقى كده ساين، يبقى F1 ساين فاي ناقص 1335 دي لتحت، هنا الرأس 3 والمايل 5، يبقى في 3 على 5 ونيجاتيف. نفس الشيء 1155 لتحت يبقى ناقص، واضربها في 12 الرأس على 13 المايل يساوي صفر. المعادلة دي فيها مجهول ال F1 ومجهول الساين فاي، يبقى F1 ساين فاي بيساوي أودي دول من هناك، طلعت 1867. وعايز ال F1 ماكسيمم مينيمم، يبقى لازم اللي جنبها ماكسيمم. لما اضرب حاجة مينيمم في ماكسيمم، أو يعني حاجة في حاجة، عشان أخلي الأولاني ده مينيمم يبقى التاني ماكسيمم والعكس. أنا عايز أخلي ده مينيمم، يبقى الساين فاي أكبر شيء فيها واحد، يعني تبقى الفاي تكون 90 درجة. يبقى لو جيت مينيمم F1 الساين فاي بواحد، يبقى الفاي بتسعين درجة. معنى كده إن ال F1 هتكون 1867. لو كانت القيمة دي بقى أقل من واحد كنت قسمت عليها، فكان ده كبر، فيبقى ال F1 1867، والكون الزاوية فاي دي 90 درجة، وبالتالي يكون في اتجاه الرأس. الأفق هيكون بس كومبوننتس بتاع القوتين دول، يبقى الريزلتنت هيكون عبارة عن 1335 في 4 على 5، 4 الأفقي والمايل 5، ناقص 1155 في 5 على 13، زي كده. 1335 في 4 على 5 ده يمين، وال 1155 كانت يسار في 5 على 13، طلع ريزلتنت 624 نيوتن بوزيتيف في اتجاه محور الإكس.